جدران قصر الحمراء في غرناطة، أو الكتاب المفتوح الذي يوثق لماض غابر كان وما زال موضوع اهتمام العديد من الباحثين بدءا من إيسابيل وفرناندو ملوك قشتالة وأراغون، وصولا إلى المجلس الأعلى للأبحاث العلمية في إسبانيا الذي عمل في السنوات الخمس الأخيرة على دراسة وترجمة وتصنيف الكتابات العربية التي صقلتها يد الإبداع في أبواب وجدران قاعة كومارش في قصر الحمراء. نقوم الآن بإعداد نسخة باللغة الإنجليزية لكي يحظى هذا العمل بإشعاع واسع في أوساط مؤسسات البحث العلمي، ونحاول أيضا عقد شراكة مع معهد الدراسات العربية في باريس لترجمة هذه الدراسة إلى اللغة الفرنسية. غير أن هذه الدراسة التي حققت تسجيل 3116 من المفردات والجمل التي تزين قاعة قمارش لن تكتمل إلا بعد توثيق كل الكتابات التي يتضمنها قصر الحمراء، تحد يقول الباحثون الإسبان إنه سيكتمل السنة المقبلة ليتم نشره في أقراص مدمجة ستمكن عاشقي غرناطة من استقراء أسرارها وتصفح جدرانها وإن كان عبر نافذة الكمبيوتر. استفدنا كثيرا من التكنولوجيا، وبفضلها حققنا بشكل دقيق تسجيل كل البيانات الموجودة في قاعة قماريش. ورغم طابعها الحداثي لم تستفرد هذه الدراسة بالسبق التاريخي، إذ تعود أول محاولة لتصنيف هذه الكتابات إلى القرن السادس عشر حين كلف مجلس غرناطة ألونسو ديل كاستيو أحد موريسكيي المدينة بترجمة وتصنيف هذه الكتابات. ماذا تختزل جدران قصر الحمراء؟ سؤال قد يفقد معناه وإن كان بعد مرور 10 قرون عن تشييد ذلك الصرح المعماري الذي ما فتئ يجود بأسراره وحكمته على كل زواره. أيمن الزبير، الجزيرة، مدريد.